هكذا انا عاوز اكلم وزير الداخليه دلوقتي واقول له بعد وزير الداخليه. وزير الداخليه انا عايز اكلم الوزير يا فندم. ده الموضوع ده مش حاجه ثانيه. ده الموضوع ده خطير للغايه. ليه بقى؟ لان بصي هيتعرف حجزه يبقى حبسه بطل وبالتالي يفرج عنه. ده كل في الناس والنائب العام بيقول لي ارجوك اضربوا تاريخ قديم اعملوا اي حاجه. وزير الداخليه يجي لي بكره بتاع مصلحه السجون وادوني اسم المبنى نقول يعني اسم معرف يعني حاجه كده يقول يخصص ما المبلغ المبنى كذا كذا ما نقولش دخل اي واحده. كلام وزير الداخليه. كلام وزير الداخليه. طب ما احنا كنا هنعمل كده وقالوا بعد كده ملهاش لازمه. لا ده دلوقتي ده الموضوع مهم جدا. انا بقول لك اهو. لا لا ده الموضوع ده انا جاي مخصوص عشان السلام عليكم يا فندم. اللي هو مبقاش ايه، انا اسف ازيك حضرتك. انا اسف ازيك حضرتك. والله ما يخلي حضرتك الا ما يامرش على صدق ظالم يا رب. دلوقتي احنا مزنوقين جدا في الموضوع. انا النائب العام بعت لي النائب العام المساعد اتنين معاه رؤساء النيابه اللي هو نيابه شرق مصطفى قضية خاطر والتاني بتاع مصر الجديده ابراهيم بي صالح. دلوقتي هم مزنوقين لان القضيه هتبوظ والدفاع مرسي عمال يلاعبهم على موضوع حاجه خلال الفتره الاولانيه. تمام سيادتك؟ وقالوا تاريخ قديم تاريخ بتاع شوفوا لنا اي حاجه وهاتوا لنا قرار السيد وزير الداخليه بان المبنى اللي كان محبوس فيه ان هو طبقا لقانون السجون فيه كنا هنعمل الموضوع ده قبل كده ما اعرفش وقف ليه. فانا عايز يعني سيادتك بقى احنا نقول المبنى ده هنقول المبنى كذا 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 مش هنجيب سيرته ان هو داخل احدى الوحدات العسكريه ولا حاجه. المبنى كذا سيادتك بتطلع قرار يعتبر ايه من السجون الخاصة بوزارة الداخلية تبقى لقانون السجون يعني. بس عايزين القرار ده قديم. احنا ندي يعني سيادتك المبنى ده يعني بمكانه بس ما نقولش ان هو داخل كذا ولا مبنى كذا يعني نوصفه كده اللي هو كان محجوز فيه عشان بس مش حد يطعن ويقول لا ده كان موجود مش عارف في برج العرب موجود في ابو قير موجود في مرسى مطروح. احنا طلع على المبنى بالظبط. تمام يا فندم؟ لانه رئيس النيابه اللي اسمه حسن سمير اللي هو ولا القاضي التحقيق اللي راح وصف هذا الموضوع. دخلت لقيت مش عارف اوضه ايه وبتاع ما جابش مكانه بس معروف. تمام يا فندم؟ فاحنا جايزين ان احنا نبلغ مكتب سيادتك بالبتاع ده ويطلع قرار وممكن يطلع في الوقائع المصريه تابع يعني زي ما كنا بنعمل زمان في ايام المجلس مطلع قرار وفي تابع نشوف التاريخ اللي كان اتاخد فيه اللي هو 4/11 5 4 7 5 7 طب ايوه فهم. خلاص يا فندم ماشي يا فندم خلاص يا فندم اتكلمني يا فندم شكرا. تمام سيادة تؤمر يا فندم تؤمر تؤمر عليك يا فندم. الله يخلي سعادتك بقى شكرين جدا معاليك يا فندم. اتفضل يا فندم اتفضل يا فندم. الموضوع خطير للغايه. مرسي هيطعنه في حجزه. محمد مرسي هيئه الدفاع هتطعن في حجزه ويبقى حبسه باطل وبالتالي هيفرج عنه. الكلام ده بيقوله ممدوح شاهين المستشار القانوني في المجلس العسكري ان محمد مرسي هيتم الطعن في حبسه وفي امكانيه لخروجه. دي كانت الازمه، ده كان المشكله الكبيره جدا اللي هم بيتعاملوا معها. طيب في طرف اخر وهو النائب العام المستشار هشام بركات. المستشار هشام بركات اتصل بممدوح شاهين وقال له ارجوكم اضربوا تاريخ قديم اعملوا اي حاجه انا في ورطه. النائب العام حس ان هو في ورطه وحس ان القضيه، مع ان بكل الكلام اللي بيتقال عن القضاء لكن النائب العام اتصل بممدوح شاهين وقال له انا في ورطه لازم تتصرف. خلاص هيبعت لي على عموله هيكلمني دلوقتي على عموله انا عارفه بتاع بتاع الشؤون القانونيه عندهم محمد اديني المبنى. خد يا فندم بص خد اهو. طب لا اسمه اديته لسيادتك انا. لا 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 ما اديتنيش حاجه ما تقوليش اديت. انما انا اديتني. والله اديت لسيادتك انا فاكر ورقك كده. لا 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 ما اديتنيش. طب ثانيه واحده 70 100 بص فندم اهي قاضي خاطر بحفي. طب ما تقول لي ما اسم مبنى ايه في منطقه كذا؟ يعني مبنى بمنطقه
بس انا مش عايز ابعت لي ملزمه، لا انا هيطلع قرار زي ده خلال يعتبر المبنى في المكان الفلاني سجنا خاصا تابعا لوزاره الداخليه بس. الو اي فندم، ازاي حضرتك فنم؟ ربنا يخليك يا فنم، تسلم 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 يا فنم. والنبي يا فنم معلش محتاجين سيادتك في حاجه مهمه شويه. المكان اللي كان الراجل فيه لو حاولنا نوصفه بالكلام كده هنقول ايه؟ طب حاول سيادتك على حاجه، اللي هو ممدوح مع سيادتك هو يسال سيادتك عشان هو اللي هيعمل. السلام عليكم يا فنم. ازي حضرتك يا نسيل اللي حضرتك؟ يا احمد انا عايز ايه، هطلع قرار من وزير الداخليه، فقرار وزير الداخليه بيبقى يعتبر المبنى كذا من الحقيقه الفلانيه سجنا خاصا تابعا لوزاره الداخليه. انا احنا في كم موضوع كده يا نايب يعني بنخلص فيك ماشي؟ هيك يعني لا اللي كان موجود فيه يعني كان بيجي له رئيس النيابه القاضي الصحي هناك. لا ده لا لا ده الراجل وصفه القاضي التحقيق وصفه وكان موجود معاه الراجل اللي هو لا كاتب مبنى ودخلت لقيت مش عارف 8 اوض ومش عارف حاجات كده. النهارده كانوا بيقولوا لي عليها اللي هو قاضي التحقيق اللي كان راح، فانا عايز المبنى ده الست بتقول لي ما المبنى ايه عشان يوم يقولوا طبعا عايزين المبنى اللي انت بتقول عليه ده عايزين نعينه يروح يلاقي سته بدون حقوق غرفه الحبس المركزي. لا يا فندم لا اللي. هو كان صوره لا انا عايز يعني مبنى ايه بحيث ان انا ممكن لو اضطريت ان انا فتره اقوم حاطط عليه وزاره الداخليه سجن مثلا خاص او حسب ما يقول. لا مش هقول هنجر يا فندم، لا ما اقدرش اقول هنجر، هقول مبنى يعني ما فيش حاجه سأل. مبنى بمنطقه كذا، مبنى ايه بقى بمنطقه ايه يا فندم كده؟ مبنى بمنطقه ابو قير بس كده يعني هو توصيف على الناس بيقولوا سجن الحضره يبقى على مسافه كذا في الحته في المهم. لا انا عايز اخليه خارج واحد ان شاء الله لغايه بس ما القضيه تخلص. سيادتك هتصوره بقى يا فندم، واحنا لو وزير الداخليه قال لي احط عليه يافطه هحط عليه يافطه. صوت سيادتك بقى قطع، احط ايه يا فندم؟ طيب انا اشوف الداخليه تقول لي يافطه ايه وابلغ سيادتك بالاسم وسيادتك تلزقها لنا على طول كده. من بكره. من بكره لو الراجل قال دلوقتي هيكلمني دلوقتي كده سيادتك تقوم حاطط لنا اليافطه دي. ايه يا فندم ست؟ صوت سيادتك بيقطع. كنت متوقع. طب بكلم سيادتك يعني ده ما اقدرش. صوت سيادتك بيقطع يا فندم. انا اصلي معاه. عشاء. الو؟ بتطلع هيك بيطلع كده. ما لا انا سيادتك بيقطع، صوت بيقطع. ايوه فندم ايوه كده تمام. والله شراسة. والله دي شراسة. ايوه فندم. يا احمد دايما مش عارف. طيب انا عايزين مدخل لوحده وعايزين يبقى حواليه سور والموضوع ده هيبقى لفتره لغايه ما القضيه تخلص عشان لو حصل فيه معاينه من المحكمه وممكن اخليهم يبعتوا عند سيادتك مثلا ايه شويه عساكر امن مركزي. يعني عايز عشان ايه لو حد جه صور بعد ما يتقال المكان في المحكمه يتقال المكان في منطقه بقول ممكن الناس تروح تقوم مصوره تقول المكان ايه ده ويروحوا يلاقوا فعلا عساكر امن مركزي ويافطه وبتاع والكلام ده. تمام يا فندم؟ ما انا بقول ان انا له طريق جوه يا فندم مش مكان جوه. انا عاوز ان هو ممكن اي حد يرتاده يعني يبص عليه يشوفه ما يبقاش داخل وهو العسكريه. سيادتك انا عاوز دلوقتي اديني مبنى اقول كان في المنطقه دي مبنى ما فيش عند سيادتك مبنى كده في الاول كده سيادتك الراجل وصفه استنى ايرد طب يعني ملوش دخول ده مثلا حته كده ولا حاجه ممكن تتعمل حاجه كده تخدم علينا؟ ده الراجل ده لو الموضوع ده اتطعن فيه المرسي بكره هنا في الشارع هيخرج.
لا لا انا عايز المبنى ده ويبقى واحطه عليه امن مركزي واحطه عليه يافطه. لا 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 انا عايز المبنى اللي كان فيه. ما ينفعش ساتك كده بتعمله مثلا صون سيرك كده ولا حاجه بحيث نصور. ما تحط نتعلم بصور المشكله لو عايز يبني دي. يا فندم ما تتصرفيها كده بنو طريق لوحده كده حاجه كده مدخل لوحده كده ما ينفعش. ازاي ايه يا فندم ما ينفعش خالص يا فندم خالص ما ينفعش كده له طريق كده عربيه تخش ويعني من المدخل كده اقوم قاسم طريق داخل بالسلك كده شمال ولا يمين ويبقى ده داخل الحته دي لوحدها والوحده الحته لوحدها يعني باب واحد بس اقفله اول ما اخش 5 متر كده افصل يمين وافصل شمال او حاجه كده يعني يبقى حاجه كده في المدخل شبه ادمي حته بسرعه وبعد كده اهدها يعني على البوابه هنا فاصل اللي داخل السجن يمين واللي داخل الوحده شمال او العكس. ايوه فهمت. الطرف جوه ما ينفعش يروح حاجه من جوه يعني من الظهر كده مثلا ولا حاجه ما دام في الاخر. طب يا اخش جوه الوحده يعني ما فيش ممكن يبقى له طريق كده لوحده والوحده لها طريق لوحدها بفصله كده بسلك ولا بفصله بحاجه بس من بوابه فيه يعني حاجه كده يا فندم يبان اللي داخل لان ممكن يحصل فيه طلب معينه. لا يحصل كده يعني انا ممكن اقوم كحاجه كده بعملها عساكر امن مركزي على باب الوحده دي يقوم مثلا ده كده حاجه خاصه بالداخليه حاجه كده خاصه بالجيش الموضوع انا عايزه لمده شهر بس لغايه ما المحكمه لو حصل في لو حصل معاينه ولا يعني احط اسوء الاحتمالات يعني احط اسوء الاحتمالات لو حصل في معاينه وبعدين ده انا احط يافطه جوه وبتاع والكلام ده ف يعني اسوء الاحتمالات القضيه سيادتك مش متخيل اني هتبوظ قضيه الخبر دي هتبوظ. احنا قلت انا هسيب ايه؟ هتبوظ القضيه بتاعت الخبر قضيه الاتحاديه حبسه مليون 3-7 لغايه ما اخراح طوره ده في مكان غير قانوني وبالتالي كل الكلام ده كله سقط. يعني سابك يعني سابك بص عليها بس سابك ارجو ان سابك تشوف لها حل. ما تسمعش كلام هم كده زمان والله سابك شوف لها حل يا فندم سابك شوف لها حل. بس كنت انا ما كلمت النائب العام نفسه. تمام حاضر يا فندم شكرا يا فندم شكرا. هو كاتب في موقعه. شكرا يا فندم شوف لها حل يا فندم الراجل هيطلع بره قضيه التخابر هتبوظ وقضيه الاتحاديه هتبوظ يا فندم شكلنا هيبقى وحش مش طريقه دي يا اسامه بيه. اسامه بيه مين؟ اسامه بيه أسامة الجندي فريق بحري أسامة أحمد الجندي قائد عسكري مصري من مواليد 1 يناير 1953 يشغل حاليا منصب في توقيت هذا الفيديو منصب قائد القوات البحرية المصرية عين في عهد الدكتور محمد مرسي في 14 أغسطس 2012 خلفا للفريق بحري مهاب ممش. لكن أسامة الجندي خليني أقول لحضراتكم الراجل اللي هنسمع صوته في مقاطع قادمة الرجل ده هو اللي ألقى القبض على الرئيس محمد مرسي. أسامة الجندي هو اللي كان محتجز الرئيس محمد مرسي. أسامة الجندي احتجز الرئيس محمد مرسي. هنعرف بالضبط المكان في تسريب قادم وهنعرف أسامة الجندي ده ايه يعني ايه وظيفته بالضبط وكان بيعمل ايه وليه هو رافض. يعني الراجل واضح ان هو ممدوح شاهين يعني حاسس انه في ورطة شديدة جدا وحاسس ان هو ورط الناس كلها. لان احنا عندنا هنا استشارات قانونيه قويه تبدي تقول قرار قلبك يكون ماشي. احنا دلوقتي مهم جدا مظبوط في الديوان. عايز طب لا خلاص قول يا فندم عايز ايه؟ لا هو ده طبعا ده مساعد وزير الداخليه وزير الداخليه. لا استنى معايا عشان انت الحل ده لازم يتبني ده لو عايزين نبني مبنى وابني صور واعمل قصه ثانيه بس تاني موصفه من جوه. ما هو انا بحكي لك عشان كده بقول لك الموضوع ده لازم تعمل كده لان القضيه ممكن تروز. توصيف؟ لا اي فندم المفروض مبنى جنبه اهي اللي هو عامله اتفضل
وبعدين سيدي لعب منا. طيب شكرا. وبعدين اروح بقى الصبح اوريه بتاع واظبط الدنيا، لان كل القصه دي ممكن تبوظ في الموضوع. لا ان فريق اسامه قافلها خالص. مش حاجه اسمها قافلها الامر يا فندم. ولا تفصلني بقى بكره مروح عين واشوف اقول لكم ايه تنفع ولا ما تنفعش. لا لا ده مفيش حاجه تسمسمها ما تنفعش يا فندم. والله لو في مبنى متصل بيه هدوه يتهد ويتعمل حواليه سور. بعدين انت بتقول لي خلال مثلا 12 بنبني سور، هنبني سور في خمس ايام. اولا ابنيه وزير التفنيه قال لا مشكله عندي ان انا اطلع قرار تدوني اسم واطلع قرار واعمل لكم التاريخ ده. ده كده كورق اتسدد في النيابه. وكيل النيابه بيقول ولا نائب العام مساء النهارده لما اقوم هو بعت لي ثلاثه. نائب العام قال ما اقدرش اكلمك، بعت لي ثلاثه الناس اللي كانوا بيحققوا ابراهيم صالح على ابراهيم على بتاع مصطفى خاطر. خلاص كل دول حققوا التحقيق وحققوا بتاع التجسس. فقال هنقف في المحكمه نقول ادي قرار وزير الداخليه بالسجن محبوس فيه. بس ما فيش حد هياخده مننا. خلاص؟ لكن نفترض بقى ان الدفاع طلب وقال لي يا سياده الرئيس عايزين عين. خلاص احنا عندنا استشارات قانونيه حاده وواضحه مش موجوده. هو في حد هنا بتاع قانون اصلا عشان يبقى في استشارات قانونيه في البتاع؟ هو بس الكلام ده اللي هو محمد صلاح ما سمعوش كده. فضلك يا احمد محمد صلاح رئيس قانون. طب بص يا فندم احنا عندنا دستور. هو قال لك مبنى الهنجر. طب ما نعمل نقل الهنجر طبعا. ايه المشكله؟ الهندسيه تروح تعمله في 72 ساعه. يعني ما معنى ذلك؟ ما خليك بس. يعني ما معنى ذلك؟ المصحف انا زعلان عمالين تتحاوروا في موضوع. لا مفيش حاجه صعبه في الموضوع. بقول كده ايه؟ ايوه الموقف القانوني القانوني والاوراق وزير الداخليه صلاح تعاون معايا وقال لي هنخلصه. برضه بنشتغل على الاسف. لا هنخلصه ليه؟ ان يفضل لا اصل هو يا فندم طالما طلعت الورقه دي بس متوصف المكان صح وكلام من ده وراحت المحكمه بس. حتى لو لا لو إيه؟ طلع لو طلع وهيشوف عايزين مكان مكتوب عليه الداخليه واول مين اللي يروح يروح للطعنيين احكامه ولو معاهم دفاع لازم يروح معاهم دفاع. مش بيطعن في المكان. هو ده الجيش خطفه وحطه في العسكريه وخطفوا عليه في مكان غير قانون غير قانون. فانا عاوز ان هو اللي يروح. ازاي كنت بقول له ده الباب اهو بيدخلوا من الباب زي ما سيدنا بتقول احنا مش عارف صار ولا حيطه ويخش كده بقى على الهنجر ويخش كده بقى على الوحده. ايه المشكله اللي فيها؟ يعني انا مش عارف ايه المشكله اللي فيها يعني. طب اتكلم معانا وقت انت هو البتوع ده قالوا لي 15 يوم عندك براحتك. انا هتبعت ده عندي احنا نلم مبنى. انت بتتكلم نلم مبنى في مكان بره خالص يا فندم. الهنجر اتفكت نص في حته خالص. ده انا بقول وفي حته نختارها ونعمل لها دوامه ونعمل لها قصه وتعمل صور حواليه ويجيلها من مركزه ونديهم عربيتين نتكلم مع التنين عربيات الامن المركزي يقف في الجنب وفي يمين وورا وبتاع ونقطه مش عارف ايه وبتاع ايه وكلام ايه الكلام ده من الداخل بقى عشان ما يبانش عشان الناس اللي موجودين في الحزبه مش خلاص مفيش مشكله. انا دلوقتي مهمتي الورق القانوني هخلص مع الداخليه الورق القانوني خلاص. فانا هعمل مبنى بمنطقه بتاع ده بمنطقه ابو قير خلاص ولا هبص في القانون. لا سجن خاص. ما هو لا سيبك من المسمى. المسمى هسميه تبقى للقانون. فانا هطلع الورق واخلص. اما موضوع يعني المكان موجود ابو قير انا منطقه ابو قير زي الحضره زي مش عارف مفتوح مفتوح كده بس انا حاجه مفتوحه. انتوا بقى المبنى بقى عشان لو حصل معينه بتاعتكم انتوا. سلام عليكم. اللواء محمود حجازي في بدايه هذا التسريب بيقول ممدوح شاهين وعباس كامل سطرين مهمين جدا. بيقول له على فكرة محامي باتنين جنيه يروح مبوظ الليلة دي كلها، لانه احنا لو عندنا هنا استشارات قانونية قوية اللي تقدر تقول لقرار قيادتك لكن للأسف ما عندناش. ولو عندنا ما كناش احنا دلوقتي بنلم. ده دي بقى لا ما انا هحضر لا يعني جاهز اه جاهز. لا
لا لينا. ليه كنتوا؟ ليه كنتوا؟ بص ده كان بداية المنطقة. لا صح ستك ست سريو سامة قال ست ليه ممضوح ايه؟ جاهزة لينا احنا. لينا احنا مش راح يلا راح يلا احنا لان ستك ثلاث مجموعة ثلاث مجموعة سبع نجوم. بص يا فندم ده كده واضح احنا مبدئين نحصل في الطريق المنظور كان عامل ازاي. احنا تعالى احنا مش هنستنى لغايه ما نوصل لغايه دي يعني مش هيوصلونا لل ولا حتى بقى دي بقى ابتدينا نحط السلندات للسوق ده المبنى مش ده راح يبقى ابتدى بقى السور يبان اهو ده المبنى ما هناك عمل حقيقي الصور دائما يدور هذه البوابة عملنا الباب المتصل لوحده على الشارع خش منه الشارع إذا الشارع رئيسي بره ولا الشارع الشارع الرئيسي لا الشارع الرئيسي بره خالص يعني في هنا السكة الحديد الشارع يدخل هنا على الوحدة بتاعتنا ويدخل هنا على الكلية ما احنا خدنا حتة ما بين الوحدتين عملنا طريق تمام طوله حوالي 500 متر يا سلام هو كده بقى هذا الطريق بعد ما اتشطب هذا السور هذه هنا عملنا عنبر للافراد الباكيه دي ده عنبر للافراد بتوع تمام البوليس نعمل ادي الطريق شو بقى عامل ازاي ده المبنى بس المبنى عاملين بقى حواليه دايما يشوف كده برضه حواليه من ناحيه ثانيه ده من البوابه تحت ده من هنا كده ببص على البحر يعني كل ده متقفل حواليه هو كان لما راح برج العرب بقى فعلا العين كان لا هنا خلاص احنا رجعنا بقى المبنى كما كان من جوه زي ما كان بكراسيه بسراير بتعيناته بثلاجاته بغسالاته بالجرايد اللي كانت موجوده يوم ما كان يوم ما مشي ما يعني واخد معنى ده؟ الراجل هيتجنن كده بالايه من اي تو زد حتى الدين بتاع اللي احنا كنا عاملينه للحرس بيقعدوا يستريحوا فيه ويعمل فيه هو لو عايز يعمل ترايب فيه كان في معدات الترايب ده كده ايه المنظر كله بالبوابه اللي بتخش من هنا لو انت عايز تصوره من جوه تبقى تصوره من جوه بقى يعني من جوه بيبقى زي ما كان عايزين نحط يافطه لا مش هعرف احط يوم طيب انا خير احنا كده جاهزين نسلمه لهم لا انا لا شكرا لا مش هنسلمه لهم انا سيبل مع بتاع ده مع رئيس مصلحه السجون ان الجيش والشرطه هما بيحرسوا السجن ده فبما ان مفيش فيه نزلاء هيبقى عدد بسيط منهم عشان يعني ثلاثة أربعة من حطوه جوا ده المبنى اللي بره ده يجيب ويحط حطاش المبنى اللي هنتكلم هم عايزين حطاش يحط وهنحط حطاش جوا ومتبقاش الشارع جوا أنا عملت إيه كمان إحنا جينا على الشارع قصاده رحنا حاطين سور سلك ونركب عليه بنارات عشان الأهالي ما تبقاش شايفة المكان ده طبعا تمام لا يا فندم زي الفل يبقى احنا كده قررنا على الواقع وقررنا وضع قانون واهم حاجه بص في اللحظه دي هم يستلموا بقى يقعدوا مش عايز لا ما هي على 3 4 بس قاعدين 3 4 بس زي ما انت عايز دلوقتي هكلمه انا المكان دلوقتي نفسه مع مين جت تقول هنبقى مع قاضي اللي هو هناك خالص اللي هو الخاص يعني هاخد النمره بحيث ان انا خلوني لا حضرتك بس هتاخد عايز نمرته ال سيدي ال يعني ايه اخد الموبايل بتاعه مثلا يا ام يتصلوا بيه او لو متصلوا بالنمره دي نسقوا بعض نشوفوا تروحوا انت والكلام ده كله تمام انا شاكر لك تمام حتى ان يزولوا كلهم سريرين اللي انا ما هو ده في المبنى بقى اللي يدور هي بس الفكرة ان احنا ايه يخش فن من انا هكلمه دلوقتي هو هو اللي هو بس قالوا ان احنا يبان مكان مستعمل قبل كده هما كان بيرفر حضرتك كان رئيس الصحة السجون قال لي طب ما انا ممكن اودي ناس هناك قلت له خد ناس احنا نروح ندخل بلاد دي سلاح الحالات الخاصة يعني ده اسم سجن خاص بس احنا عايزين هو ماشي بس احنا عايزين نشغله
الناس بتوع الشرطه عشان يخلصنا. لا مش الشرطه خليهم يروحوا يوديهم انا وشويه يخش احنا طلعنا شويه حاجات. لا انا مش جيبش محاديث. لا شويه حاجات كده برضه مهمه. عربيه كهنه من ورا بتاعت شرطه من ورا مش عارف ايه مراكب بتاع كم مخلط عارف ايه هو مش عارف ايه وبدنهم يخشوا جوه. وانا برضه عشان حضرتك عارف لو حصل في معينه لو قالوا في معينه هيبقى التنظيف معانا قبل ما نروح. لازم احنا نعمل اي مظاهر اخرى لو عايزين نزود مظاهر اخرى نزودها. مش هنقرف فجاه. لا ايوه طبعا انا مجهز الناس دلوقتي زي هم مشي. طيب حتى الجرايد اللي كانت مخطوطه زمان. طب انا هكلمهم. لا ما حضرتك ايه؟ الثلاجه زي ما كانت، الغساله، الجرايد، الفرش. خلاص. وفي يعني حتت صغيره يا فندم، يعني مثلا الناس اللي هتقعد هناك يوم ما الناس دي تروح لهم هي يعني تكون متوتكه. فاهم الموضوع؟ يعني بقالنا مش عارف ايه بنعمل ايه بنسوي ايه بننام هنا بنعمل هنا. طب مين اللي كان هنا؟ احنا ما بنعملش. عندهم عمر يعيشوا فيه يروحوا يتعايشوا فيه يحطوا حاجتهم الاكل هناكلهم احنا ما عندناش مشكله. لكن ايه؟ وشويه تسبيل بقى يعني شويه تسبيل ورا وعصفور ورا. ايوه هي كده. لا طبيعي طبيعي ما تقلقش. يعني يعيشوا حياتهم ودفاتر ودفاتر تبقى قديمه ومعفنه و كل الحاجات اللي دي ماشيه. لكن هو بس الدفاتر عاشها لكن الدفاتر سجلوها اللي راح للنائب العام وخدوا من اللي راح الدائره كذا ومن اللي حقق كذا ومن الفلاني كله. بس كل ده بالاسم بالتوقيتات. لا انا عايز التوقيتات من دي. لا يا فندم ده موضوع. لا ما تخرفش. يعني انا عايز اقول لك يا جماعه الافارقه دي ما جاتش عن طريق النائب العام. ولا هو الانسان. طب انا هقول لك حاجه. يعني محمد فايق ومعالي ولا اسمه بس كان بيروحوا ب محدش يشوف يا فندم. لا بزياره من النائب العام بوصل تصريح. ايوه فندم حتى ماشي. لا لا ازاي؟ لا ما اعتقدش. لا 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 كان في فندم. ما فيش حد كان هيتصل بيه الا بزياره من النائب العام. انا هخلي الراجل بتاع الكونسرسيوم اللي يروح يقعد مع الساده العميد طارق يروح يتفرج عليه ويشوف الورق ويشوف عاوز يطلع على دفاتر المكتب ويقارنوا العمليه ويظبطوها مع بعض. خلاص ناكل معانا ارقام التوقيتات عشان نبقى احنا ايه؟ عشان نبقى احنا خارج الدايره. خلاص يعني هو المكان ده احنا نبقى خارج الدايره. يعني هيسلموه حتى من بتاعه وقفوا لغايه من ايه؟ وبعدين احنا موجود هنا ولما كان بيحتاج اي حمايه هو يعني هو بيقول احنا كده فهو بالتالي داخل في منطقه الحمايه بتاعتنا داخل. لكن من بره يعني حتى ما خدناش على المبنى بس احنا خدناه حته اطول عند البحر. راح المعمار عليه السجن اللي احنا كنا بنقول عليها بتتاخد حته كده لوحدها. خلاص كده بقى احنا حطينا حلو ان المبنى ده كان على طرف التشكيل فبالتالي خدنا حته من الكليه ورحنا عاملينها طريق لغايه هناك. حتى واحد ايه متلف شويه لان في في واحد مثلا معين كهرباء في مش عارف لفينا على الطريق لف عليه. مش لا كده خلاص. اسامه الجندي احفظوا الاسم ده كويس لان هو هذا الجنرال هو من اعتقل واحتجز الدكتور محمد مرسي وهو من اشرف ايضا على تزوير وتلفيق واعاده تدويل المكان اللي تم احتجازه فيه حتى لا يتم يعني ضياع كل المجهود اللي عملوه وعشان يبطلوا يلموا جثث زي ما محمود حجازي قال في المقطع السابق. بداية المقطع ده كانت غريبة جدا. بداية المقطع ده يا جماعة عشان بس الناس اللي يعني في بعض القيادات كانت بتتكلم على مدار سنة ونص وبتقول ان هؤلاء الانقلابيين في حالة من التوتر الشديد، هؤلاء الانقلابيين امورهم غير مستقرة، وكان دايما الشباب بيستهزئ بهذه التصريحات وكان دايما الشباب بيقول يا جماعة ارحمونا بقى ولا بيترنح ولا بتاع. لكن بداية الفيديو ده انت بتتكلم عن اللواء عباس كامل مدير مكتب عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع في هذا التوقيت، بتتكلم عن ممدوح شاهين المستشار القانوني او مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونيه والدستوريه، وبتتكلم عن اللواء اسامه الجندي قائد القوات البحريه.